بشأن الاستقرار الإقليمي في المنطقة الذي تبلورت فكرته في مؤتمر سوف يعقد في العراق، معنا هاتفيا من لندن الكاتب والإعلامي العراقي عبد المنعم الأعسم. مرحبا بك. مرحبا وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله. إذن في اتصال هاتفي بين السوداني والرئيس الفرنسي تحدد موعد النسخة الثالثة لمؤتمر استقرار إقليمي سيعقد في العراق في شهر تشرين الثاني المقبل، ولكن ما الذي قدمته النسختان السابقتان لاستقرار المنطقة ولا سيما العراق؟ في الحقيقة يعني لفرنسا تاريخ مضطرب ومراوغ في داخل المشروع الأمريكي فيما يتعلق بالشرق الأوسط وفي المنطقة. وتعتبر النسختان السابقتان من مؤتمر بغداد في بغداد وفي البحر الميت في الحقيقة يعني تسويق للدور الفرنسي ويعني إعطائه مساحة للتحرك ضمن هذا المشروع. وقد ويمكن القول أن فرنسا حققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بمصالحها في المنطقة، لأنها وجدت قنوات مصالح في العراق وفي الشرق الأوسط وفي إسرائيل وفي الخليج لهذا الدور الذي لعبته في رعاية مؤتمر بغداد وتقديم خبرتها الدبلوماسية المراوغة والتي تعتبر يعني احترافية فيما يتعلق بالقضايا الملتهبة وقضايا الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران. ويعني إذن الآن فرنسا تعمل بالتنسيق الكامل بإطار المشروع الأمريكي بالمنطقة الذي يقوم على ثلاث ركائز: التطبيع والعقوبات واستعراض القوة. وفيما يتعلق بالتطبيع فإن هناك الكثير من المؤشرات على أن ملف التطبيع يتنامى ويتفاعل بالسر والعلن، وهناك كثير من التقارير في أوروبا والعالم تشير إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد بعض التحولات في مجال فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل. فيما يتعلق بالعقوبات، القضايا العقوبات وغيرها، الآن وصلت العقوبات الأمريكية على إيران إلى بعض النتائج الإيجابية بخلفية إطلاق سراح الأمريكان المعتقلين في إيران مقابل إطلاق الأموال الإيرانية المحتجزة في بنوك الأمريكية من استثمارها في مجالات القضايا الخدمية. فرنسا في هذا المعنى هي يعني تعمل بنوع من الدبلوماسية الناعمة بتغليب المؤتمرات وتقريب الأطراف المتنافرة، وهي بهذا لديها مواقف تبدو مختلفة مع المنهج الأمريكي في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط. طيب. لديها نوع من الخيوط مع طهران، ولديها مواقف واضحة من قضية إعادة سوريا إلى الجامعة العربية أو إلى الصف العربي أو إلى المجتمع الدولي. طيب أستاذ عبد المنعم، إذا سمحت لي لنبقى بموضوع إيران، إذا كان الغرض من هذا المؤتمر مثلا محاولة لنقل دمج إيران في المنطقة الخليج والعراق خصوصا وتحجيم هذا النفوذ الإيراني من الجانب الفرنسي، هل ترى أن الهدف الاستراتيجي لإيران يعني يتوافق مع أهداف هذا المؤتمر؟ أظن يعني الذي يقرأ التعليقات الصحف الإيرانية هذا الأسبوع يلاحظ نوع من الحماس الضمني
بالذات لهذا المؤتمر. نعم. إيران تعتبر يعني تعتبر مشاركتها في مثل هذه المؤتمرات هي جزء من الجهود لتفكيك الحصار من حولها، ولهذا فإنها ستشترك بقوة في هذا المؤتمر. نعم. وحتى توقع على بيانات مشتركة، ولكن إيران معروفة في أنها توقع ولا تنفذ. نعم. أو أنها توقع في سبيل الالتفاف على القرارات، أو أنها يعني ستشارك بطريقة بجس النبض ما إذا هناك جدية أمريكية. ولكن من السابق للأوان القول أن إيران يعني ستحقق نتائج إيجابية من هذا المؤتمر، ذلك لأن هناك تقارير في لندن وفي واشنطن تحذر من التهاون أو الاعتدال أو التسامح مع طيب. ماذا عن العرب أيضا، العرب عامة ودول الخليج خاصة التي أيضا تتهيأ وتحضر لهذا الاجتماع المقبل، والتي باتت مقتنعة على ما يبدو بهذه السياسة في ظل استمرار إيران في زعزعة أمن المنطقة؟ نعم، يبدو أن الاتصالات التي جرت بين طهران والرياض واللقاءات الدبلوماسية الأخيرة بين وزيري خارجية طهران والسعودية، يعني قدمت إيران بعض الوعود بأنها ستندمج بالمجتمع الإقليمي دون أن يعني دون سياستها التقليدية في زعزعة الأمن في المنطقة. نعم. وسمعنا مثل هذا الكلام، وسمعنا تقارير أخرى من داخل طهران بأن طهران سابقة في يعني في هذا المسعى، ولكن حتى يعني ماكرون الرئيس الفرنسي يقول انا اقدر مثل هذه السياسات ولكني لست واثقا من انها ستكون يتحدث عن تجربه تحقق يعني نتائج جديه او ذات مصداقيه عاليه. بالفعل انا من المحللين الذين يعتقدون بان يعني مستقبل هذه المبادرات مغلق حتى الآن، وفي أن يجد يعني قنوات جديدة أو تحول جديد في أوضاع المنطقة وفي العلاقات بين الخليج وإيران. دول الخليج تحبذ تهدئة الجانب الإيراني لأنها تعيش تحديات جدية أمنية وداخلية. نعم. وإيران أيضا لديها شكوى من تنامي المشكلات الداخلية وتحديات المجموعات المسلحة، تريد استغلال أيضا هذا الاجتماع. نعم. نعم. إذن عبد المنعم العاصم الكاتب الإعلامي العراقي من لندن، شكرا جزيلا لك.